السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا الليلة اللي راح تكون متنوعة وراح نتناول فيها عدد من المواضيع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بإذن الله. نعم بإذن الله. نبدأ الحلقة من مطار حمد الدولي، حيث تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله والوفد المرافق له عصر اليوم في زيارة أخوية قصيرة للبلاد. الله يحفظهم إن شاء الله ويجمعهم دائما على خير. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الشأن الاقتصادي وتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. انطلق أمس المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء بروجكت قطر 2016. نعم، يستمر هذا المعرض لغاية 12 من مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات النسخة 13 من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء بروجكت قطر 2016. سعادة الوزير قام بجولة في أجنحة المعرض الذي أثبت دوره كمعرض البناء الرائد في منطقة الشرق الأوسط. كما رأينا هناك مشاركات من جميع أنحاء العالم واهتمام في السوق القطري وتواجد هذه الشركات العالمية في السوق القطري. أغلب الشركات اللي رأيناها هي لأول مرة تأتي هنا لتبحث عن فرص، لإدراكهم بأهمية التواجد في هذه المنطقة وخصوصا في دولة قطر، وخصوصا أن دولة قطر تعد من أفضل المناخات الاقتصادية والاستثمارية في العالم، حيث صنفت من ناحية التنافسية رقم واحد أو الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا 14 حول العالم. المناخ الاستثماري والاقتصادي في قطر واعد، والنمو هنا أعلى من النمو المعدلات العالمية، والمشاريع كما ترون قطر المشاريع الآن ماشية في جميع الاتجاهات في جميع المجالات من المواصلات والبنية التحتية والشوارع وغيرها من المشاريع. المساحة وعدد العارضين نقاط قوة تحسب للمعرض، حيث يغطي مساحة 30,000 متر مربع موزعة على 5 صالات، فيما بلغت الأجنحة 18 جناحا تضم مئات العارضين من 37 بلدا. الشركات القطرية كان لها حضورها البارز رغم قوة المنافسة وكثرة العارضين. ما في شك أنه المعرض بروجكت قطر من أهم المعارض اللي تقام بدولة قطر على الإطلاق، يعني بصراحة لا هو في عدد المشاركين، لا في طريقة التنظيم، لا في الأهمية وأهمية الموضوع بالنسبة للاقتصاد. اقتصاد دولة قطر اليوم وكثير من ميزانية دولة قطر نصيب الأسد فيها يذهب إلى قطاع البناء والتشييد، فلذلك هذا المعرض يأخذ صراحة أهمية. بالتالي احنا كذلك في الشركة القطرية الصناعة التحويلية، واحنا نعكس اقتصاد دولة قطر في بورتفوليو، فيه مجموعة مصانع في الشركة القطرية الصناعة تقريبا 10 مصانع مرتبطة بمواد البناء، فلذلك يجب ان نتواجد دائما في هذا المعرض على اساس نقول للشركات العالمية، شركات الكونستراكشن، الاستشاريين للسوق المحلي والسوق العالمي، نقول له نحن موجودين بمنتجاتنا. اليوم الأول من المعرض
جذب العديد من الزوار المهتمين في مجال البناء، فيما يطمح منظمو المعرض أن يتخطى عدد الزوار 35,000 خلال الأيام الأربعة. والله المعرض كويس وأحسن من العام، وفي شركات أجنبية كثيرة، في فرصة عمل والاتفاق معاهم، وإن شاء الله يكون اتفاقات طيبة إن شاء الله. بروجكت قطر ليس مجرد أجنحة وملصقات وعروض، بل هو أكثر من ذلك، حيث يستضيف ورشات عمل وسلسلة مؤتمرات أعمال ومعارض صغيرة على هامش المعرض الرئيسي. وللإضاءة أكثر مشاهدينا الكرام على معرض بروجكت قطر، ينضم إلينا مباشرة من هناك نديب قناة الريان محمد الشهراني. مساك الله بالخير، والكلمة عندك يا محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير. أنا متواجد في واحد من المعارض الجدا مميزة والقوية من نوعها والمتخصصة في مواد البناء أيضا من التقنيات، سواء في قطر أو في الشرق الأوسط، اللي هو بروجكت قطر. هناك مشاركة بالمئات من جميع الشركات من 37 دولة، وللأمانة المعرض هذا يعتبر رافد قوي للاقتصاد القطري، يعول عليه كثير من رجال الأعمال أيضا الشركات الموجودة في قطر. للحديث أكثر، حاليا أنا متواجد أمام جناح وزارة البلدية والبيئة مشكورة مشاركين في المعرض، راح نتعرف على مشاركتهم أيضا المشاريع اللي موجودة مع الأستاذ حسن النصر رئيس قطاع المحطات. يا هلا ومرحبا فيك ومساك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا، أهلا وسهلا. يا مرحبا فيك أستاذ حسن، أول شيء الله يعطيك العافية. في البداية ليت تحدثنا عن مشاركتكم في هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كإدارة معالجة النفايات اشتركنا في مشروعين، مشروع محطة الترحيل ومشروع مركز المعالجة. نعم، الله يعطيكم العافية. لو بنتكلم عن أول مشروع لكم حدثنا أكثر عنه. اللي هو مشروع محطة الترحيل، طبعا متطور، هذه مشروع جديد. عندنا محطات ترحيل قائمة، وهذه المشروع متطور جدا، محطة الترحيل يخدم قطاع النظافة، لأن هذه المشروع طبعا هو يفرز المواد القابلة للتدوير طبعا ونرسلها إلى المركز. حلو، الله يعطيكم العافية. طبعا هناك لو بنتكلم عن هالمبنى اللي هو مكان التوزيع، صح ولا لا؟ هذا مكان، سلمك الله، مكان فرز الدومستيك، المخلفات جميع أنواعها تفرز وتروح للمحطة الثانية. المحطة الثانية تفرز أحجام المخلفات، اللي هو هني نفس الشيء 350 ملي و 160 ملي، تفرز نوعين. بعد ما تفرز تروح على الخطوط الكبيرة، تفرز المواد القابلة للتدوير اللي منها البلاستيك والأوراق والستيل، تفرز وتروح حق الخط الأخير، هنا التجمع. هذه الخطوط كل واحد لها نوع معين من المواد. الله يعطيكم العافية أستاذ حسن. طبعا للسادة المشاهدين بس نبي نوضح أكثر، هنا يتم التقسيم في هذا المبنى، عقب تروح هنا ويتم تقسيمها على حسب الحجم الأحجام طبعا، وتوزع على الأماكن الموجودة، وهناك خلاص التصفية النهائية. نعم، التصفية النهائية. هاي الخطوط كل واحد لها نوع معين من المواد، اللي هي البلاستيك، الورق، الحديد، الخشب، المواد العضوية كلها. نعم، حلو، الله يعطيك العافية أستاذ حسن. ولو بنتكلم عن المشروع الثاني، طبعا السادة المشاهدين الحين الكاميرا بتروح بتراوينا المشروع، يا ليت تحدثنا أكثر عن هذا المشروع. نعم، المشروع الثاني اللي هو مركز معالجة النفايات، المشروع قائم موجود من 5 سنوات يعمل، ويعالج من المخلفات من 1700 إلى 2000 طن يوميا. طبعا يعالج جميع أنواع المخلفات ويفرز المخلفات ويطلع الله يعزكم السماد العضوي. ما يطلع من المخلفات اللي تدش المركز إلا الرماد طبعا، وهنا يدفن الرماد. نعم، طبعا هنا يدفن الرماد اللي على جنب، صح؟ نعم نعم، هاي الرماد. الله يعطيكم العافية. أستاذ حسن، مشاركتكم المميزة في هذا المعرض، في نظرك ايش فائدة المعرض على الاقتصاد القطري، أيضا الشركات ومشاركة الشركات القطرية بعد؟ نعم، طبعا معرض بروجكت قطر هو من في الشرق الأوسط كبير جدا، وطبعا يدعم الاقتصاد المحلي والشركات في المواد البناء والعمار. الله يعطيك العافية أستاذ حسن النصر رئيس قطاع المحطات، بيض الله وجهكم، الله يعطيكم العافية على مشاركتكم، والله يعطيكم. الله يسلمك، شكرا شكرا إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذا اللقاء مع الأستاذ حسن النصر رئيس قطاع المحطات.
اللي حدثنا عن المشروعين اللي عندهم ايضا مشاركتهم. للعلم المعرض راح ينتهي تاريخ 12 اللي هو يوم الخميس. للامانه فرصه متميزه ويعني مره في السنه تصير، لان في عده شركات مشاركه سواء من القطاع المحلي ايضا من القطاع الخارجي على مستوى الخليج ايضا دول عربيه بشكل عالمي. هذا كل اللي عندي والله يعطيكم العافيه. شكرا لك يا محمد. والظاهر محمد ناوي على مشاريع صباحا. الله يوفقه ان شاء الله. ناوي يطرش لنا واحد من هالمشاريع الموجوده. استانا. ننتقل مشاهدينا الكرام بالحديث على موضوع اخر، حيث اختتمت اليوم اعمال الورشه الاولى لمؤتمر دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للسلام المرورية. نعم، المزيد حول الورشة وأهم أهدافها وأبرز نتائجها معنا اليوم في الاستوديو العميد المهندس محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وخبير بمكتب وزير الداخلية وأيضا رئيس للورشة الأولى اللي عقدت. مرحبا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أشكر قناة الريان على استضافتنا، وطبعا هي دائما سباقة في هذا واجبنا ما يتعلق بجميع أمور نشاط وزارة الداخلية وخاصة في السلام المرورية. لا شكر على واجب. لا شكر على واجب يا أبو عبد الله. بارك الله فيكم. ودائما احنا شريك أساسي مع وزارة الداخلية، خاصة لما نتكلم عن السلام المرورية فإنها موضوع مهم طبعا. يهمنا جميعا ويهمنا أن نوصل هذه الثقافة لكل من يشاهد ويتابع قناة الريان. في البداية أبو عبد الله، ودنا تحدثنا عن الورشة هذه، يمكن تعقد للمرة الأولى على مستوى القطاع الحكومي والخاص، أهميتها تقريبا وأهم الأهداف إن شاء الله. خلنا نرجع بس شوي من تدشين الاستراتيجية الوطنية. تفضل. طبعا نتكلم عن اللجنة الوطنية، اللجنة الوطنية للسلام المرورية. نعم. يترأسها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية، طبعا 13 عضو من جميع الهيئات في 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 الحكومه. نعم. ونتكلم عن اللجنه طبعا من 5 سنوات تقريبا، وتم الاعداد في كذا لجنه من جميع القطاعات في الحكومه لوضع استراتيجيه وطنيه للسلام المرورية مدتها 10 سنوات. نعم. وطبعا الغرض والهدف الاساسي من الاستراتيجيه، او نتكلم عن جميع الاستراتيجيات بس هذه الاستراتيجيه تخص المحافظة على روح الإنسان وروح المقيم والمواطن في الدولة، خاصة في موضوع السلام المرور. الهدف طبعا كدراسة عملها استشاري عالمي واشتغلنا عليه احنا وأشغال طبعا لمدة سنة، ووضعنا طبعا بعد دراسة جميع الحوادث من جميع النواحي الخطة لمدة 10 سنوات، أن نصل تقريبا وضعنا 220 خطة، خطة عمل موزعة على كذا قطاع في الحكومة أو في الدولة وكذا جهة، والهدف الوصول إلى أقل عدد إلى طبعا حطينا رقم، لأن رقم احنا نتكلم لك عن رقم الصفري اللي هو دول العالمية مثل السويد وبريطانيا اللي هو حاطين الفيجن زيرو للوصول له. احنا طبعا حطينا رقم تقريبا أو الاستشاري ورأنا 6 وفيات لكل 100,000 نسمة، هذا الرقم اللي نقدر نوصل له بعد 10 سنين إن شاء الله إذا تم. وهي طبعا أنا بقول لكم النتائج اللي قدرنا نوصل لها. فكرة الورشة طبعا هذه إحنا صار لنا 3 سنين من تدشين اللجنة الاستراتيجية الوطنية، فطبعا رأينا أن 13 عضو في يمثلون الحكومة في اللجنة الوطنية، رأينا إدخال القطاع الخاص طبعا اللي من ضمنها شركات التأمين والبنوك وغرفة التجارة. فأول طبعا قرار أخذناه أننا نشوف دعم أو دور دعم القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وفكرنا طبعا بهذه الورشة الأولى طبعا، ومعرض مصاحب يضم 17 ايضا ستاند ممكن نتكلم عليه بعد. طبعا في حول 35 ورقة عمل قدمت في هذه الورشة على مدة 2 يومين. نعم. وأيضا إن شاء الله هذا اللي ذكرت أنت أبو عبد الله، كم ورقة عمل قدمت؟ قدمت تقريبا 31 ورقة عمل. 31 ورقة عمل. لو نتكلم عن يعني أو تعطينا نبذة عن بعض المواضيع اللي طرحت في هذه الأوراق. طبعا احنا لما نتكلم أهم خطط العمل الموزعة في الاستراتيجية الوطنية، نتكلم عن تقريبا ما نبي نفصلها على اساس ما يصير اللوم بعد على كذا جهه، بشكل عام احنا نعطي احنا نتكلم عن مثال السلام المروريه. ايوه. السلام المروريه معروفه يعني ان فيها كذا ضلع، اللي هو شنو الضلع الاساسي؟ الانسان
وتطبيق القانون والهندسة الطرق والصحة والتعليم، ونتكلم عن أيضا خطط العمل اللي وضعناها 220 خطة عمل، 220 وحين رفعناها إلى 250 بعد إدخال القطاع الخاص، خاصة بعد اليوم وأخذنا فيها توصيات إن شاء الله بنرفعها على معالي رئيس اللجنة. فأهم ما فيها طبعا أن احنا نتكلم مثلا على سبيل المثال من البداية، عندنا احنا تعرف موضوع الحوادث لو فصلناها، احنا نتكلم عن والله وين الحوادث ومن هو متسبب في الحادث ومن هو الحادث وكم سنة نفقد شاب وكم سنة نفقد مشاة. فهذه كلها لو أخذنا خطط العمل مثلا للمجلس الأعلى للتعليم أو وزارة التعليم حاليا، وضعنا إطار مثلا من بداية أحد المشاريع اللي سويناها في الاستراتيجية اللي عملت فيه في البداية، نعم حطينا إطار وهو ما سميناه منهج لأنه كان المفروض يسمى منهج، بس ما نبي طبعا من البداية نزيد أعباء على الطلبة، فعملنا إطار وهذا اشتغلنا عليه من أول المشاريع في الاستراتيجية، أن نعمل إطار في كل مادة تدرس من الأول ابتدائي لين الثانوية، كل مادة تدرس فيها جرعات من السلام المرورية والثقافة المرورية والتوعية المرورية. الموضوع متكامل أخوي أبو عبد الله، يعني الطالب أيضا مهم أنه يتم توعيته من قبل المدرسة من قبل الأسرة من يوم هو صغير من البداية. احنا طبعا احنا وزارة الداخلية كانت تقوم بوحدة بهذا النشاط، إدارة العلاقات العامة وإدارة المرور، لكنها بعد تكاتف الجميع وجهود الجميع في الاستراتيجية الوطنية، لنا الحين حاليا الاستراتيجية ليس فقط اللجنة الوطنية لكن أيضا بعد إدخال بعد هذه إدخال القطاع الخاص أيضا لازم إشراكهم في هذه. بما أنك تكلمت عن هذا الموضوع والتشارك بين الجهات الموجودة، ما هي أهمية تشارك الجهات كلها يعني وتكاتفها في سبيل نشر هذه الثقافة السلام المرورية، بأن يعني كل الأشخاص الموجودين تكون عندهم ثقافة مرورية سليمة وينشرها في بين أفراد أسرته ومجتمعه أيضا اللي حوله؟ طبعا احنا يعني دائما الاول مثلا نروح المدارس، نعم. نروح حق الطلبه ونوعيهم، لكن في النهايه نروح نلقى واحد من المشاة متوفي في الشارع، زين انا اوعي الطالب لكن صح. هذا اللي متوفي في الشارع قاطع الشارع قاطع غلط اي ولا حادث في سيلين ولا حادث في هني تختلف اللي. فالجهات الموجوده يعني مثلا احنا قطعنا شوط كبير في رفع هذه أيضا من ضمن خطط أشغال، ليش أنا قلت لك من البداية وزعت خطط العمل على أكثر من جهة، يعني 85 خطة عمل فقط للإدارة العامة للمرور، نعم 35 خطة عمل للأشغال، طبعا هذه فيها مواضيع هندسية، ولما أقول والله فيها أيضا طريقة تصميم الشارع تعديل، أول ما بدينا أيضا تأمين محور السكول زون اللي هو رفع مستوى السلامة، تلاحظ يمكن احنا وصلنا تقريبا لعدد 45 مدرسة الاخوان في نعم معي انا ايضا في الفريق عمل اللي هو المهندس يوسف العمادي من اشغال واللجنة الوطنية، هاي فريقين يعملون مع بعض طبعا هم عليهم التنفيذ وعلينا من الاساس التخطيط، اي نعم الجانب وضع السياسة العامة للمرور ورفع مستوى السلامة المرورية، هذه من طبعا اختصاصات اللجنة الوطنية. فاحنا اعطيتك على سبيل المثال يمكن قطعنا عملنا 45 مدرسة، بدأنا في جسر مشاة اللي هو طبعا أنت تعرف النسبتين أنا ما ذكرت لك 70% تقريبا من حوادث الوفاة، النص تقريبا حوادث المشاة والنص الآخر اللي هو حوادث الشباب والفئة العمرية اللي هو من 15 إلى احنا نقول نسميه من 15 إلى 26 أو 27 سنة، هذه الفئة أو هذه الثروة الوطنية اللي نفقدها، فهني عندنا طبعا توعويه وندخل في مثل ما ذكرت عبد الله يعني حتى في المدارس تزويدهم بجرعات خلينا نقول مش مناهج كبيره لكن جرعات من خلال دروس معينه في مختلف المناهج في الدراسه، هذا يعني يقول لك التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، لانه هو يعرف يعرفه هذا اهميه السلامه المروريه من هو صغير، يعني بكره لكبر ان شاء الله راح يكون من اول اولويات السلامه خالد حتى بين الاخوان وعيال المربع، يمكن انتم مروا عليكم المرور والعلاقه العامه تشوف الافلام اللي نعرضها الاحصائيات حتى الدعايات اللي تعرض في التلفزيون، يعني طبعا هاي احنا بديناها من اول اسبوع طيب. مرور من يعني من زمان ما بقول لك من اول اسبوع مرور بديناه في 1984 ما شاء الله، يعني ما كان في حتى قانون حزام الامان، بس كنا نوعي في الطلبة المدارس وأسبوع المرور كان على حزام الأمان
لما تطبق حزام الأمان. بس حلو أبو عبد الله، أنت الحين أنت ذكرت الحين أن تكون موجودة في المدارس، يعني هذا راح يعني بطريقة أو بأخرى راح يتعلمها الطلاب وهم صغار، من مثلا لو أنا أقوم بمؤتمرات وهذا الشيء أكيد نعم. يعني مهم، لكن ممكن أحضره ممكن ما أحضره، لكن لما يكون موجود عندي يتم في المناهج يتم في خلاص راح يكون موجود. نعم. إحنا بنتكلم عن أبرز النتائج اللي أنتم ممكن حققتوها خلال النصف الأول المرحلة الأولى من الاستراتيجية. طبعا احنا ارجع الى الارقام، خلينا نعم. الارقام او ارجع الى على مستوى الامم المتحده. من 5 سنوات او 6 سنوات انتبهت ان المسببات يعني 1,250,000 روح في العالم من سبب حوادث المرور، فرأت ان هذا المسبب كان التاسع تقريبا. الرقم مره ثانيه بعد 1,250,000 مليون وربع تقريبا في العالم تتكلم، بالاضافه الى كانوا تقريبا 40 مليون مصاب اللي هو مصاب خطره اللي هو يعني تقدر تقول اعاقه كامله. من 3 سنوات طبعا وضعت خطه مستدامه عالميه ان لان كان الرقم شنو المسبب، يعني احنا لما نتكلم عن شنو المسبب الرئيسي لوفاة الناس ككل اللي هو بعيد الشر الامراض والسرطان والسكر، فيزيد رقم حوادث المرور وفيات تقريبا الرقم الثامن، الحين نزل لتقريبا الرقم السادس. شيطي السادس متوقع ايه لا زاد لان انت الامم المتحده انتبهت لهالرقم لان في طبعا الدول اللي فيها عدد سكان كبير وفيها اعداد وما فيها استراتيجيات وطنيه ولا فيها اهتمام في قوانين في المرور، هذه طبعا هذه بالنسبه مرتفعه جدا، هي اللي قاعده تزيد عدد الضحايا اللي بسبت الحوادث مثل ما تفضلت. فطبعا انتبهت الامم المتحده ووضعت خطه وخلت طبعا معظم الدول، طبعا دوله قطر وقعت على هذه الاتفاقيه او الخطه المستدامه اللي كنا من شهر تقريبا في نيويورك ووقعنا على هذه الاتفاقيه من قبل بعثه قطر الموجوده هناك، ان تخفيض نسبه الوفيات وضعت طبعا باذن الله تحسين مستوى السلامه، وضعت ايضا مستوى تخطيط المدن ووضع خطط او استراتيجيه، تركيز على ان بكل بلد لازم تحط استراتيجيه وتحط جهه، في دول ما عندها مثلا استراتيجيه او لجنه وطنيه صحيح. لكن لازم تكون احنا يعني الحمد لله يعني معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه تراس اللجنه الوطنيه والاعضاء الموجودين فيه من كل الحكومه، هذا دلب عبد الله فيدل على يعني توجه الدوله لدعم طبعًا المشاريع. طبعا لازم انا ليش يعني الحين عملنا هالورشه، لان خلاص يعني احنا 3 سنوات الحين برجع لك للارقام، يعني 3 سنوات وقطعنا شوط كبير تقريبا نفذنا ما يعادل 40% من ال 220 مشروع او خطه عمل، الحين ضفنا عليها 30 خطه عمل اللي هو القطاع الخاص مع شركات التامين والمصرف قطر المركزي. احنا نتكلم الحين على العدد، من 3 سنوات كنا 14 وفاه لكل 100,000 نسمه، احنا نتكلم من 3-4 سنوات انت تعرف ان عدد السكان يزيد قاعد يزيد يعني في الاربع سنوات نعم. وصلنا يعني بمعدل 700,000 زدنا الاربع 5 سنوات طبعا للاعداد للمشاريع 2022 والمشاريع كتر ريل ومشاريع المينا، هذه كلها ادت الى وصول عدد المركبات الى فوق 1,000,000 تقريبا. فهاي واطوال الطرق اذا تشوف الطرق الجديده 16 قبل كل العوامل، لكن احنا في نفس الوقت يعني الحمد لله 2014 و2015 نزلنا الى او قربنا من الهدف اللي احنا حاطينه اللي هو 6 وفيات لكل 100,000 نسمه بعد 10 سنين. حلو. وصلنا الحمد لله العام الى 8.2 وفاه لكل 100,000 نسمه، فهذه يعني في نقله يعني كبيره نقله صار. كبيره، لكن ايضا الامم المتحده طالبت الدول كلها بما فيها دوله قطر طبعا ان من الحين لين 2020 ان تخفض نسبه الوفاه بكل الجهود اللي وضعتها وخطط العمل اللي حطتها الامم المتحده للدول ان ننزل الى 50% من الحوادث، وهي طبعا يبي لها عمل يبي لها وضع استراتيجي يبي لها قرارات سياسيه من كل دوله. واحنا الحمد لله يعني احنا مثل ما يعني مثلا 1000 وفاه في قطر مثلا من جميع المسببات 20% عندنا حوادث من حوادث المرور، لو ناخذ من ال 20% هذه كم نسبه الفئه
العمرية اللي هي هاي الفئة اللي أنا لو أحسب تكاليف مثلا يعني توفى عندي 40 شاب في السنة، زين هذا 40 شاب يعني هذه تعتبر ثروة ال 40 شاب هم اللي راح يبنون الدولة في المستقبل. هذا يعني هذا الكلام، واحنا 10 سنوات لو احسب كم واحد توفى عندي. احنا يعني هذه هني تكلفته لا تعد. احنا نشكركم على جهودكم بعبد الله، واحنا قناة الريان معاكم قلبا وقالبا. جزاكم الله خير في كل ما تقومون فيه. الله يوفقكم ان شاء الله. العميد المهندس محمد عبد الله المالكي، امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، شرفتنا في برنامج رحيب. احنا دائما بنكون معاكم في سبيل نشر هذه الثقافة. احنا بس ودنا توصلوا للشباب بس بإذن الله. ان شاء الله اي والله انا معاك. هذه يعني احنا بكل جهد الحين وصلنا بنخفض، يعني مو عشان نخفض ان شاء الله زيرو، ان شاء الله احنا دائما نقول زيرو، لكن نبي نخفض عدد الحوادث وعدد هاي، ونتمنى السلام للجميع. ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله. الله يبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام بنطلع فاصل وبعدها بنتابع. نادي الإعلام في جامعة قطر يستعد لإطلاق معرض إعلامي غير شكل. مرحبا ومسهلا فيكم أعزائي المشاهدين من جديد. يستعد نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية وتحت إشراف قسم الإعلام بكلية الأداب والعلوم بجامعة قطر لإطلاق فعاليته السنوية معرض إعلامي غير شكل، وذلك يوم غدا الأربعاء بإذن الله. طبعا يا خالد ومشاهدين الكرام، فعالية معرض إعلامي غير شكل تدخل عامها الخامس هذه السنة، لتشكل منصة سنوية تجتمع خلالها طلاب وطالبات قسم الإعلام مع جهات وشخصيات إعلامية في الدولة. أبرز أهداف هذه الفعالية وتفاصيلها نتعرف عليها في هذا التقرير، نتابع. إعلامي غير شكل اسم يستوقف سامعه، وهذا هو المطلوب من معرض أصبح فعالية سنوية ينتظرها الكثيرون. أما الغاية منه فهي إبراز المواهب الإعلامية للطالبات والطلاب قسم الإعلام على اختلاف فروعه وتخصصاته، وتمكينهم من التعرف على مجالات العمل المتاحة في الإعلام المحلي، فضلاً عن إكسابهم فرصة الاحتكاك بشخصيات إعلامية بارزة. أهمية المعرض الذي يستعد لنسخته الخامسة تكمن أيضاً في أنه يسهم في توعية الطلاب بمجالات العمل المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلام الجديد وغيرها، بخاصة أن الكثير من الطلبة على وشك التخرج وخوض معترك الحياة العملية، وهو يتطلع إلى دور له في إثراء العمل الإعلامي في الدولة، ناهيك عن عرض التخصصات الأكاديمية في قسم الإعلام بشكل جذاب غير تقليدي. يشار إلى أن المعرض من تنظيم نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية وتحت إشراف قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر. وللمزيد مشاهدينا الكرام عن معرض إعلامي غير شكل خمسة، معنا طالب فالح جابر الهاجري، عضو اللجنة المنظمة لمعرض إعلامي غير شكل خمسة. يا مرحبا بك يا فالح، ونتشرف باستضافتكم في برنامج ترحيب. الله يجزاكم خير. مرحبا والله يا ابو جابر. مرحبا في البداية ابو جابر، لو تطلعنا على اخر استعداداتكم لاطلاق معرض إعلامي غير شكل في نسخته الخامسة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معرض إعلامي غير شكل نفس ما ذكرته النسخة الخامسة أو السنة الخامسة لهذا المعرض. بصراحة المعرض بيبدأ غدا، واللمسات الأخيرة في هذا المعرض تم وضعها والحمد لله على أتم الاستعداد إن شاء الله. الشباب الحين هناك في الجامعة، إيه شو اللي قاعدين يسوون الحين اللمسات الأخيرة؟ مع أرض الواقع، أرض المعرض، و قاعدين بس يتعودوا على الاجواء علشان الافتتاح بكره. حد موجود في المعرض حاليا؟ المنظمين بس احنا بنمر عليهم ترى، لان احنا مشاهدين الكرام
قناة الريان هي الراعي الإعلامي لهذا المعرض كدعم من قناة الريان للشباب الموجودين في جامعة قطر، واحنا نتشرف بأن نكون داعم إعلامي لها، وراح يكون قسم خاص موجود في معرض إعلامي غير شكل إن شاء الله بكرة. جابر فالح، أقول أبو جابر، نقول شو المفاجآت اللي محضرينها حق الجمهور؟ والله المفاجآت كل نسخة للأمانة، يعني لهذا المعرض اللي هو معرض إعلامي غير شكل نسعى أو نعمل أنها تكون مميزة عن النسخة السابقة. شو اللي يميزها هالسنة؟ النسخة ذي السنة يميزها عدة أشياء، أولها اللي هو رعاية رئيس المؤسسة القطرية للإعلام سعادة الشيخ حمد بن ثامر الثاني، رعاية كاملة لهذا الحفل. الله يتسخي. ثانيا اللي هو خصصنا وقت معين للنساء فقط، سواء من إعلاميات، حضور، زوار، حتى طالبات أيضا، طالبات، يعني المعرض كامل بشكل كامل بكل عنصر نسائي ويديرها عنصر نسائي ومبين. متى الوقت هذا اللي بيكون؟ هذا بيكون من 3 إلى 5 مساء على مدى المعرض. المعرض متى بيكون؟ المعرض بيكون مدته يومين اللي هو الأربعاء والخميس، يبدأ الافتتاح الساعة 10 الصبح و إلى 7 مساء إن شاء الله. إن شاء الله أبو جابر. اليوم الثاني اسمح لي أخوي خالد، اليوم الثاني بيكون فيه تكريم لمن لهم بصمة في الإعلام القطري، وإن شاء الله نقوم في مقامهم إن شاء الله. إيش قصة هالتكريم هذا؟ أبغى والله نفس ما قلت لك، كل نسخة لازم نحن نطلع بنسخة يعني تميز من النسخة اللي قبلها، وإن شاء الله تكون موجودة هناك وبتشوف إن شاء الله. الله يوفقكم يا أبو جابر. جميل، الله يجزاك خير. جابر، يمكن المعرض يعني يهدف أو من أهداف المعرض أنه يبرز المواهب، فإيش خطتكم أنتوا والوضعينها وشون بتركزون على هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمواهب، المعرض هذا يركز على الأخلاقيات الإعلامية النزيهة والعمل عليها، ونحن نكون رواد في هذا المجال ونرفع اسم قطر ونكون خير من يمثل هذا الوطن الغالي. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. اللهم ويكتب له فيه الخير. لكن أنا ودي صراحة أتكلم عن المعرض نفسه. شو الدور اللي يلعبه هذا المعرض في يعني إبراز المواهب الإعلامية الموجودة في عند طلاب جامعة قطر، خاصة في نادي الإعلام؟ نعم اللي هو صحيح. المنظم الكامل لمعرض نعم إعلامي غير شكل. بالنسبة للمواهب اللي نحاول نبرزها فيها من خلال هذا المعرض، هو اكتشاف الإبداع لدى الطالب نفسه والسعي لتطوير هذا الطالب و جعلها إعلامي متمكن في كافة مجالات الإعلام. نعم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بجابر، في وجوه إعلامية راح تشارك معكم لو تذكرها؟ والله الوجوه الإعلامية كثيرة والشخصيات كثيرة صراحة، ويعني ما بي أذكر شخصيات وأنسى شخصيات، ومنهم بعد الإعلامي والمذيع خالد الكبيسي وصباح الكواري. لما يحتاج احنا نشرف بوجودنا معكم، شرف لنا طال عمرك، مكاننا ومحلنا. يعني احنا يعني من السنوات اللي راحت، خبر ابو حسن، كنا نتواجد مع الشباب الموجودين، وشهاده لله يعني معرض اعلامي غير شكل تجمع فريد من نوعه يقيمه نادي الاعلام، يعني بجهود طلابيه مميزه. وانا اقول لكم مره ثانيه، بجهود طلابيه هذه بين قوسين، لان شفنا جهود الطلاب المميزه الابداعيه في نادي الإعلام، دائما يبدعون لنا ويتميزون في كل سنة بشغلة جديدة في يعني المعارض اللي تقام في جامعة قطر. زين، هذا المعرض يتضمن 4 قرى. صحيح. نبغي نتكلم عن هذه. في اللحظة الأخيرة ضفنا قرية 5، وبالنسبة للـ4 قرى اللي هي قرية العلاقات العامة، نعم، وقرية الإذاعة والتلفزيون، وقرية الصحافة، وقرية الإعلام الجديد، بالإضافة إلى قرية الأطفال اللي هي بصير إعلامي. نعم نعم. أما بالنسبة لقرية العلاقات العامة، فيها 4 أجنحة، اللي هي إدارة الأزمات وإدارة السمعة وخدمة العملاء وخدمة التواصل، وكل هذه الأربع أجنحة تكون تحت عنصر ثلاثي اللي هو تعلم وجرب واكتشف. نعم زين. نعم زين. اي والله يعني احنا يمكن دها من الوقت بجابر، لكن في الختام شنو توقعاتكم لحجم الاقبال؟
والله إن شاء الله نكسر التوقعات ويصدمنا القبول والحضور كفوك الطيب ونفس كل نصر إن شاء الله كالعادة كعادتكم أنتم راح تتميزون وإحنا ندعمكم ومتأكدين بالتميز والإبداع اللي دائما يقدم من قبل نادي الإعلام. مالنا غناء منكم أنتم القدوة وأنتم بالعكس إن شاء الله أشوفكم أفضل وأفضل. إحنا نشكرك فالح جابر الهاجري من معرض إعلامي غير شكل خمسة ونتمنى لكم كل التوفيق بكرة في المعرض. الله يوفقكم الله يحييكم وندعوكم أيضا مشاهدين الكرام بالحضور الافتتاح بكرة الساعة 10 الصباح في جامعة قطر. راح يكون المعرض يوم الأربعاء ويوم الخميس. فاصل ونواصل. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامج ترحيب. عقد المجلس البلدي المركزي صباح اليوم الاجتماع الحادي او الاجتماع العادي 18 في الدورة الخامسة للمجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس. التفاصيل نشوفها معاكم في هذا التقرير. ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه 18 بالدورة الخامسة العديد من المقترحات والتوصيات التي تهم المصالح العامة لسكان الدوائر المختلفة. هذه مقترحات تنقل من المواطن لأعضاء المجلس وأعضاء المجلس ينقلونها للمجلس وتطرح من ضمن اختصاصات المجلس ومن ضمن مواضيع تطرح في المجلس وتتناقش وترفع توصياتها للمسؤولين في الجهات. مسؤول وزارة البلدية سواء كان في الجهات الثانية. الملفات المطروحة على الجلسة تمثلت في توفير الأدوية والتحصينات اللازمة للثروة الحيوانية وتوفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان وإنشاء حديقة بين مدينتي الخور والذخيرة وموضوع الشوارع الخدمية في منطقة بوفنطاس. نحن اليوم في المجلس البلدي لدينا موضوع جدا مهم يعاني منه أهل الحلال اللي هو نقص التحصينات للثروة الحيوانية. طلعنا بتوصيات لتوفير هذه التحصينات والتأكد من أن السوق يتواجد فيه جميع الأدوية والتحصينات. ايضا لدينا رد من سعاده وزير البلديه بخصوص انشاء حديقه بين الخور والذخيره، ولله الحمد تمت الموافقه على تخصيص ارض بمساحه لا تقل عن 45,000 متر مربع، وهذا راح يخدم المدينتين وجميع القرى المحيطه بالخور والذخيره. ايضا لدينا موضوع تطوير منطقه ابو فنطاس، ولله الحمد تم البدء باعمال انشاء الشوارع الخدميه. المجلس استضاف في اجتماعه المسؤولين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لعرض برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء. ومن المجلس البلدي إلى الشأن التعليمي، حيث أقامت بورصة قطر بالتعاون مع مؤسسة إنجاز حفل تخريج لأول دفعة من الطلبة اللي انخرطوا في برنامج التدريب المالي والتوعوي والاستثماري. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في الشهر الماضي بين بورصة قطر ومؤسسة إنجاز قطر. في إطار السعي لنشر الثقافة المالية وريادة الأعمال والجاهزية للاستثمار، احتفلت بورصة قطر ومؤسسة إنجاز قطر بتخريج أول دفعة من الطلاب الذين تم تدريبها في إطار برنامج شامل. وبلغ عدد المتخرجين 50 طالباً تلقوا تدريباً حول البورصة وكيفية التداول وآلياته ووسائله.
بورصة قطر حريصة جدا على تثقيف جميع المستثمرين في جميع فئاتها ومختلف أعمارها، ومن بنود الاتفاقية بين إنجاز قطر وبورصة قطر أن نعمل برنامج تدريبي مشترك يساعد الشباب على اختيارهم المناهج الخاصة في القطاع المالي والاستثماري، ويكون عندنا شباب جاهز للانخراط في مجال العمل في القطاع المالي والاستثماري في جميع المجالات في دولة قطر. وخلال 6 أسابيع وهي مدة الدورة، اكتسب الطلاب العديد من الخبرات في مجال الثقافة المالية والاستثمار، كما أسهم برنامج الدورة في توعيتهم بأهمية سوق الأوراق المالية التي تديرها البورصة وكيفية الاستثمار فيها. الدورة هذه تعتبر أول دورة إحنا نصممها داخلياً في إنجاز قطر. معظم الدورات تطبق بشكل عالمي تحت إنجاز العرب وجونيور أتشيفمنت. هذه أول مرة إحنا نصمم دورة، واخترنا موضوع البورصة وسوق الأسهم لأنه موضوع مهم جداً ويتماشى مع نظرة قطر 2030، وأيضاً يتماشى مع نظرة بورصة قطر. البرنامج هذا يأخذ الطلاب خطوة بخطوة خلال دور سوق البورصة في قطر، تداول الأسهم بشكل عملي جدا. فالحمد لله يعني أول تجربة لنا، وجربناها مع مدرستين المدارس اللي تعامل معاها، والحمد لله الأصداء كانت جيدة جدا. خذنا دورة في البورصة وعن كيفية سير البورصة والأعمال اللي في البورصة. طبعا كانت تجربة جديدة، شيء جديد بالنسبة لي أن يكون نتكلم عن شيء في البورصة، واللي هو أحيانا نقدر نقول من داعم للاقتصاد القطري في هذه الظروف. دورة حلوة يعني تعلمنا منها أشياء واجد، يعني قبل حتى تسريع عن يعني البورصة أنا ما أعرف شيء في البورصة يعني قبل هذا. الحمد لله أستاذ علمنا يعني فهمنا من الصفر يعني كل شيء. الدورة التدريبية أكدت على الدور الذي تقوم به كل من بورصة قطر ومؤسسة إنجاز للمساهمة في تحقيق رؤيتنا الوطنية من خلال التركيز على التنمية البشرية ولخدمة أهداف التقدم الاقتصادي في الدولة. وفي سياق متصل مشاهدين الكرام، قدم عدد كبير من طالبات كلية التربية مشروعات بحثية متنوعة في اليوم المفتوح للبحث الطلابي اللي نظمته جامعة قطر. نعم، للمزيد حول هذه الفعالية نشوفها مع بعض في هذا التقرير. نظمت كلية التربية في جامعة قطر فعالية اليوم المفتوح للبحث الطلابي، وهي حدث سنوي يعرض الطلاب من خلاله مشروعاتهم وملصقاتهم البحثية أمام زملائهم وأعضاء هيئة التدريس. هذا العام هو العام الثاني لهذا اليوم المفتوح للمشاريع البحثية للطلاب كلية التربية. هذا العام احنا سعيدين طبعا بمشاركة عدد أكبر من الطلبة، حوالي 44 طالبة من طالبات كلية التربية تحت إشراف 13 عضوية التدريس، قاموا بإعداد مشاريع بحثية في مقررات مختلفة، مقررات تربوية مختلفة. لذلك نجد تنوع في الموضوعات المعروضة حاليا، موضوعات خاصة بإدماج التكنولوجيا في التعليم، تطوير استراتيجيات تعليم وتعلم خاصة بمواد تعليمية مختلفة، الرياضيات واللغة العربية اللغة الإنجليزية، موضوعات خاصة بالتوحد، الأسرة، مشاكل الأسرة وغيرها. أنا وجروبي معي طالبات من التربية مشاركين في مسابقة البحث الطلابي. بحثنا يتكلم عن السلوك العدواني عند الأطفال. احنا تناولنا هالبحث لأنه يتناول جانب من جوانب الاضطرابات النفسية. احنا تكلمنا عن البحث لأن السلوك العدواني أكثر شيء موجود عند الأطفال، خاصة من عمر 6 سنوات ل15 سنة، وخاصة عند الذكور. الفعالية شارك فيها 44 طالبة من كلية التربية، شملت بحوثهن قضايا متنوعة في الاستراتيجيات والعلوم واللغات والقضايا الاجتماعية وغيرها.
يشار إلى أن فعالية البحث الطلابي تهدف إلى تنمية مهارات الإبداع في مجال البحوث الطلابية المختلفة وتأهيل الخريجين لإنجاح مسيرتهم العملية. أعلنت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك خلال مؤتمر صحفي عن تدشين الخطة الاستراتيجية للجمعية، حيث تم وضع أهداف كثيرة فيما يخص الجانب العلاجي والوقائي في مهمة الجمعية، وذلك بعد أشهر من الدراسة وجمع المعلومات. وتم التأكيد على إحداث نقلة نوعية خلال هذا العام في البرامج والمشاريع التي تقع في صلب رؤية الجمعية لتعزيز الصحة النفسية لدى الأفراد وأيضا المجتمع. نعم، بالانتقال إلى موضوع آخر، ينعقد في 16 من الشهر الجاري المؤتمر الدولي الرابع اللي ينعقد لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية حول حوت القرش بمشاركة علماء ومتخصصون دوليون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. دعما للجهود الرامية لتطوير وتنمية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، عقدت شركة ميرسك للبترول وأبحاث التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لحوت القرش، والذي يعقد لأول مرة في قطر في الفترة من 16 وحتى 18 من مايو الجاري. احنا عندنا أكثر من 400 في التوثيق، عندنا أكثر من 400 قرش، يعني حالياً إحنا يمكن عندنا اللي موثقينهم يعتبر إيش رقم عالمي أو الأول في العالم، بالإضافة إلى أن إحنا نجحنا في أشياء كثيرة، مش بس القرش الحوت. المنطقة اللي فيها القرش الحوت غنية جداً كمخزون سمكي، كمنطقة لتزاوج عدة أنواع من الأسماك. صار عندنا يعني داتا بيس كبير جدا للأسماك القرش وأنواع أخرى، اللي هو يعني سوينا داتا بيس في باركودينج اللي هو في الدي ان اي حق بيض الشنعد وبيض الأسماك الثانية اللي موجودة في المنطقة. بالإضافة إلى أن احنا يعني من ضمن الدراسة دي درسنا التيارات وعرفنا ليش أكثر الأسماك تبيض هناك، بسبب أن التيارات عملت تعديل في درجة الحرارة مناسب لتزاوج الأسماك. يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه 100 مشارك من 28 دولة بينهم علماء بيولوجيون ومتخصصون في مجال البيئة إلى تأكيد رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال حماية البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي. وصلنا مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من برنامج ترحيب، نشوفكم بكرة، مع السلامة. أمان الله.